مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين العربية. سؤال وردني من أحد المتابعين عن طريقة تكبير أيقونات التطبيقات في الآيفون. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة، طلب أنه تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس لايك. في البداية الأيقونات راح تتكبر بهذا الشكل مثل ما تشاهدون، أيقونات كبيرة بحجم كبير، هذا بعد التحديث iOS 18. فاللي ما تكبر عنده لازم يتأكد عنده تحديث. خلي أدخل من داخل الآيفون أشرح لكم. الآن أنا داخل الآيفون مثل ما تشاهدون. طريقة التكبير طبعا طريقة سهلة وبسيطة. أول شيء راح تكبس على أي مكان مثل ما تشاهدون، راح يظهر عندك هذه الأيقونة. تكبس على تعديل، راح يظهر عندك خيار ثاني تكبس على تخصيص في تكبير. الآن هذا هو الشكل الكبير، الأيقونات كبيرة مثل ما تشاهدون. وحتى نغير الألوان مالتها راح نروح على تعديل والخيار الثاني عفوا، راح نرجع على تعديل تخصيص. هنا هذه الأيقونات بهذا الشكل بهذا الشكل وفاتح، وهذا اللون الغامق. وتقدر أنت أيضا تعدل على الألوان مثل ما شاهدتوا، وهذا مشمس وهذا معتم، فشي جدا حلو مظلم. وتقدر أنت أيضا تختار الألوان مثل ما شاهدتوا. فهذا الشيء اللي موجود حاليا. أتمنى فدتكم بهذه المعلومات. والآن بعد ما أنا اخترت هذا اللون، لو حبيت مرة ثانية تعدله تكبس عليه وتعديل وتخصيص وتصغير وارجع اللون الفاتح ورجعت إلى ما كانت عليه. هذا اللي حبيت أشرح لكم إياه، أتمنى فدتكم بهذه المعلومة. كثير دي يبحثون عنها وما يقدرون إلى قوة، هذا هو الحل. تحياتي ومع ألف سلامة. قبل ما الفيديو فقط حبيت أشير أنه هذا الفيديو راح أتركه بصندوق الوصف، طريقة المحافظة على الآيفون مالتكم عن طريق إيقاف الإضاءة المستمرة في الآيفون 15 والآيفون 16. هذا الفيديو كلش راح تستفادون من عنده وتحافظون على البطارية. والفيديو الثاني طريقة تقليل عدد دورات الشحن في الآيفون بالنسبة للبطارية. فهذا الفيديو راح يكون أيضا بصندوق الوصف. مع السلامة.